إمام الجامع الأموي بدمشق يدعو إلى مواجهة الإرهاب وتدمير أدواته والقضاء على كل أشكاله بحزم بعد المجزرة المروعة التي تعرض لها أبناء قرية عقارب في منطقة سلامية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. دعا الشيخ مأمون رحمة إمام وخطيب الجامع الأموي الكبير بدمشق إلى التنبه من خطورة التضليل الذي ما زال يمارسه شيوخ الفتنة في التحريض على الإرهاب والقتل. وفي صلاة الجمعة تحدث الشيخ رحمة عن المأساة التي عاشها السوريون والتهجير والموت الذي يتعرضون له بسبب الهجمات الإرهابية. 5 سنوات ونحن نعاني لمرين، هجرتمونا من ريف حمص، هجرتمونا من ريف حماء، وبالأمس يا شيوخ الفتنة، بالأمس بأموالكم، بفتاويكم الباطلة، بلحاكم القذرة، قام داعش بمجزرة مروعة في بلدة عقارب بريف حماة في السلامية، مع كل هذه الأباطيل التي فعلتموها، ومع كل هذه الدعاوى الكاذبة التي قلتموها، عملتم جاهدين يا شيوخ الفتنة، يا شيوخ الفتنة ويا دعاة القتل والخراب والدمار، عملتم جاهدين على أن تحرقوا علم الجمهورية العربية السورية، لكن هذا العلم يدخل عامه السابع ليقول للعالم أجمع: أنا اليوم أقوى مما كنت سابقاً، أنا اليوم أجمع أبناء الجمهورية العربية السورية تحت لوائي. إمام الجامع الأموي أكد أن شيوخ الفتنة لم يعلنوا الجهاد إلى فلسطين لأنهم لا يجرؤون على معاداة الكيان الصهيوني الذي يدعمهم ويأوي جرحاهم. لم نرى هؤلاء شيوخ الفتنة في يوم من الأيام حرضوا على الجهاد إلى فلسطين لتحريرها من براثن الكيان الصهيوني. لم نرى خطباء الحرمين الشريفين في يوم من الأيام يدعون إلى تحرير الأقصى الشريف، لأن سياسة بلادهم تعتمد على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، فلا يجرؤون أبداً أن يتكلموا من أجل القضية الفلسطينية ولا من أجل القضية العربية. وكم مع الأسف حرض علينا شيوخ الخليج بشكل عام، حرضوا على قتلنا، على دمارنا، على إبادتنا. سمع الله لمن حمده. السوريون واثقون بجيشهم وقدرته على إنجاز النصر الكامل على كل أشكال الإرهاب، ويأملون أن يبلغهم الله شهر رمضان على خير ما يرجونه من أمن وأمان واستقرار.